يلا بينا مع رضوى حسن ورغده الشيمي. وسؤالنا النهارده ليكم: ازاي بتحجز طبيب او بتطلب دواء؟ يا ترى بترفع سماعه التليفون وتطلب رقم العياده وتحجز الدكتور، ولا معاك بقى الموبايل بتاعك ومنزل ابلكيشنز وبتطلب الدكتور بسهوله كده بضغطه سريعه، بتعرف تحجز الميعاد اللي انت عايزه، او بتطلب كمان الدواء بسهوله جدا من غير بقى ما تقعد تكلم الصيدلي وتقعد تشرح له انت عايز دواء ايه؟ لا، على طول من خلال خطوات بسيطه على تطبيقات الموبايل او الابلكيشنز بتقدر توصل للدواء بتاعك ويجي لك لحد عندك. ابعت لنا رساله على 9199 او اكتب لنا على صفحه الراديو 9090 على فيسبوك. والنهارده بنتكلم معاكم عن المشروعات والشركات الناشئة اللي ليها علاقة بالصحة، ازاي التكنولوجي سهلت حاجات كتير وقدمت خدمات صحية كتيرة جدا جدا بنقدر نستفيد منها، وعرفنا قيمتها اكتر ايام الكورونا. بالظبط يا رغدة. ويمكن كمان يا رغدة من الحاجات بقى اللي ناس كتيرة قوي قوي يعني سواء قبل الكورونا او في وقت الكورونا او بعدها تبقى مترددة كده، اروح لدكتور الاسنان ولا ما روحش؟ بنبقى خايفين واحنا رايحين لدكتور السنان، بنبقى يعني وبناخد الخطوة دي كده لما نكون ايه خلاص بقى ومضطرين نعمل اللي ده. هو الضرس سوس على الاخر وخلاص هيتكسر، مع ان ده غلط. المفروض يبقى فيه زيارات دورية لطبيب الاسنان علشان ما نوصلش للمرحلة دي. بالظبط كده. عشان كده كمان مهم ان احنا وخصوصا وقت كورونا كانت ناس كتير قوي وقفت زياراتها لاطباء الاسنان عشان فكرة التعقيم. طب يا ترى العيادة هتبقى معقمة ولا لا؟ الدكتور هيتعامل معايا ازاي؟ حقيقة انه في فكرة رائعة ومبادرة هايلة ظهرت علشان تسهل علينا كمرضى انه نقدر نبقى عارفين مين الدكاترة اللي عيادتهم تم تعقيمها بشكل جيد وآمن وسليم ومناسب. وده اللي عملته مبادرة سيف كلينيك او عيادة امنة. عيادة امنة هي دي المبادرة اللي كانت بتهتم جدا في الفترة اللي فاتت بتعقيم عيادات الاسنان في وقت كورونا، وعملت ده بالتعاون مع جامعة عين شمس. الحقيقة انه الفكرة يعني اللي قام عليها طبعا المهندس احمد يحيى من خلال شركته الناشئة دينتا كورتس اللي هي برضو بتهتم باطباء الاسنان، وده اللي هنعرفه بقى دلوقتي ازاي. عشان كده معنا المهندس احمد يحيى المدير التنفيذي لدينتا كورتس. مساء الفل. مساء الجمال على احلى مذيعين رضوى ورغد. ربنا يخليك. شكرا جدا جدا. عايزين نسمع منك بقى يعني المبادره كامله، وخصوصا فعلا ان دكاتره الاسنان يعني مهنتهم حساسه جدا، وفي ظل كورونا في ناس كتير اجلت زيارتهم لطبيب الاسنان، قال لك ده هيبقى قريب مني جدا، اروح له ازاي؟ يمكن انا عندي كورونا، يمكن هو عنده كورونا، فكان في قلق كبير. مظبوط. هو الحقيقه موضوع الكورونا او تفشي فيروس الكورونا كان مسبب قلق مش بس للمرضى، كان مسبب قلق كمان لاطباء الاسنان. منظمه الصحه العالميه اعتبرت ان احد اخطر المهن المعرضه لفيروس الكورونا هم اطباء الاسنان. ولذلك احنا في دينتا كوردز، بما ان احنا مين بمجال طب الاسنان وباطباء الاسنان، وفكره دينتا كوردز قايمه ان احنا نبقى مقدم قيمه مضافه في مجال طب الاسنان، بدانا نفكر ازاي نقدر نتعامل مع المشكله دي تواجه مش بس اطباء الاسنان، بتقابل العالم كله. تمام. احنا كقطاع اطباء الاسنان تاثرنا كتير جدا بالفيروس. من ناحيه الاطباء كانوا خايفين ان هم يمارسوا المهنه لان هم معرضين ان هم ياخدوا الفيروس، وفي نفس الوقت المرضى خايفين ان هم يروحوا لعياده الاسنان. زي ما حضرتك قلتي صحيح. ان اوريدي احنا كمرضى بنخاف نروح العياده نتيجه مش بس فيروس الكورونا، فيروسات تانية كمان. فلذلك ان احنا بدأنا نفكر ازاي نقدر نطمن طبيب الاسنان ونطمن المريض ان هو يقدر في ظل تفشي فيروس الكورونا ان هو يقدر في حالات الامرجنسي ان هو يرجع لعيادة الاسنان. عملتوا ايه بقى يا باشمهندس؟ تمام. احنا فكرنا ازاي الفكرة مبنية ازاي ان احنا نقدر نبني بيئة امنة داخل عيادة الاسنان. اول حاجه فكرنا فيها ان احنا بما ان احنا ناس بنحب نعمل حاجه باحترافيه، فاحنا محتاجين يبقى في ساينتفك باك جراوند معانا او حد من الناحيه العلميه. بالظبط كده، جهه علميه بتسبورت معانا في الحمله ديت، وكان اختيارنا على جامعه عين شمس، كليه طب الاسنان جامعه عين شمس. وبصراحه الدكتور محمد ضياء عميد الكليه والدكتور رامي ماهر وكيل الكليه ما بخلوش بأي مجهود في ان هم يساعدونا في ان احنا نحط
بروتوكول او جايد لاينز بالاجراءات الاحترازيه الواجب اتخاذها جوه عياده الاسنان علشان نقدر نوفر بيئه امنه للطبيب الاسنان للفريق العمل بتاع العياده والمريض. تمام، يعني زي كتيب او دليل كده. بالضبط كده. بالفعل قسم وحده مكافحه العدوى داخل كليه طب الاسنان جامعه عين شمس بفريق من اعضاء التدريس قاموا بعمل الدليل دوت، والحمد لله ان هو تم نشره بصوره واسعه جدا، تم تعميمه على كل الكليات داخل جامعه عين شمس. وفي نفس الوقت احنا من خلال مراكز التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا وكده قدرنا نوصل لاكبر عدد من اطباء الاسنان. احنا بصراحه كان الهدف من المبادره ان احنا رقم واحد ان احنا ننشر الوعي والمعرفه بايه الاجراءات الاحترازيه الواجب اتخاذها جوه عيادات الاسنان، ده رقم واحد. رقم اثنين ان احنا من خلال المبادره نقوم بتطهير وتعقيم 1000 عياده اسنان على مستوى الجمهوريه. رقم ثلاثه ان احنا نقدر نوفر ندي اكسس للعيادات الاسنان والاطباء الاسنان ان هم ازاي يقدروا يحصلوا على المنتجات الحمايه ومنتجات التعقيم والتطهير اللازم اللي هي بناء على الاحترازيه اللي احنا قلنا عليها ديت والجامعه حطتها، ازاي يقدر يابلاي الكلام دوت او ينفذه جوه العياده. فقدرتوا ان انتوا فعلا تعقموا الالف عياده وتوصلوا لهم وتتابعوا معاهم كمان، هم مستمرين في تنفيذ الاجراءات الاحترازيه والتعقيم زي ما بداتوه لغايه دلوقتي كمان يا باشمهندس، ولا الموضوع انتهى يعني في الفتره اللي كان كورونا شويه منتشر اكتر فيها؟ لا طبعا هو الموضوع مستمر بصوره كبيره، لان احنا بقى في عندنا مجموعه من المنتجات اللي هي منتجات الحمايه ديت والتطهير والتعقيم، فده بقى حاجة أساسية عندنا إن احنا نقدر نوفرها، إزاي نقدر نوفرها للعيادات، ونتواصل معاهم بصورة مستمرة من خلال السوشيال ميديا ومن خلال القنوات المختلفة، يعني إن احنا إن هم نوفر لهم المنتجات ديت. وفي نفس الوقت احنا عملنا مع المبادرة عملنا موقع اسمه safeclinic.eg.com، وده من خلاله اللي هو المرضى أو أي حد موجود يقدر يدخل ويعرف ايه العيادات اللي اشتركت معانا في المبادره ديت وايه العيادات اللي بتطبق البروتوكولات ديت. وحضرتك شاورت على جزئيه مهمه، يعني اصلا في مخاطر من الاصابه بفيروسات متعدده مش بس فيروس كورونا، فيجب ان عيادات الاسنان تتبع الدليل الارشادي ده حتى بعد انتهاء كورونا، ومع ان طبعا في تحذيرات من موجه تانية وان احنا لازم نلتزم طبعا بالاجراءات الاحترازيه في كل مكان مش بس في عيادات الاسنان. اكيد طبعا، هو احنا انا عايز اطمن الناس بس ان اطباء الاسنان بصفه عامه قبل الكورونا وبعد الكورونا هما من اكتر التخصصات الطبيه اللي بيهتم قوي بان هو يطبق بروتوكولات مكافحه العدوى داخل العياده، ده من قبل الكورونا كمان. اللي احنا عملناه جديد ان احنا اضفنا جزء اللي بيختص بمكافحه الكورونا نفسها، لان هي طبعا كانت حاجه جديده علينا وعلى طبعاً. العالم كله. صحيح، في جامعات كتير على مستوى العالم، جامعات في امريكا وفي كندا وفي انجلترا حطوا البروتوكولز زي كده، واحنا الحمد لله مع جامعه عين شمس هم حطوا بروتوكول يضاهي البروتوكولات اللي اتحطت في جامعات بره. هايل، بنوجه لهم طبعا كل التحيه، يعني حقيقي مجهود رائع جدا. وانتوا اصلا يا باشمهندس كمان في شركتكم الناشئه في دينتا كارتس، انتوا برضو بتهتموا يعني باطباء الاسنان او ده مجال شغلكم يعني غير المبادره، فقول لنا برضو بتقدروا تساعدوهم ازاي؟ والله هو الفكره زي ما قلت لك، احنا زي ما احنا جهه تجاريه او حاجه بيزنس، يعني اكيد يقصد للربح، ولكن احنا من الحاجات اللي بنقولها بجانب كده احنا لازم يبقى فيه قيمه مضافه بنقدمها للعميل بتاعنا وللمجتمع كله. تمام، فاحنا فكره دينتا كارتس اصلا قايمه على ان احنا ازاي نقدر نوفر المنتج الاصلي مش المضروب لعيادات الاسنان واطباء الاسنان، ودي كانت ملاحظه لاحظناها من 2016 من قبل ما نبتدي، ان هم بيعانوا من ان في منتجات مضروبه، المنتجات دي بتاثر على جوده العلاج اللي هم بيقدموه، بتمثل خطر على صحه وسلامه المريض. فبالتالي احنا الفكره بتاعتنا كانت قايمه ان احنا ازاي نقدر نوفر لهم المنتج الاصلي من الوكيل الرسمي بتاعه او من الشركه المنتجه ليه بصوره مباشره من اي منتج في النص، زائد ان احنا نوفر لهم اكبر تنوع من هذه المنتجات بمختلف الجوده يعني. بس احنا اوريدي احنا الشركه ان احنا نقدم فاليو او قيمه مضافه للاطباء الاسنان.
طبعا، وطبعا وهدف ريادة الأعمال دايما إنه يبقى في طابع اجتماعي أو في خدمة مجتمعية بيقدمها المشروع، وده اللي عملتوه في ظل أزمة كورونا. مظبوط، وده كمان كان احد الحاجات اللي خلتنا نفكر في مبادره عياده امنه، احنا عايزين نطبق نطمن الناس كمان. صحيح صحيح. لا يعني اكيد بكلام حضرتك كده ان شاء الله الناس كل اللي بيسمعونا يكونوا اطمنوا ويقدروا طبعا يدخلوا على موقع المبادرة ويعرفوا اكتر عن العيادات اللي تم تعقيمها واللي اتبعت الاجراءات الاحترازية، وبنتمنى انه حتى يبقى بعد كده عندنا بقى اكتر من 1000 عيادة كمان ان شاء الله متبعة الاجراءات الاحترازية الاضافية اكيد الخاصة بكورونا. احنا بنشكرك، اهلا بنشكرك، بيكي. اتفضل. انا بصفه عامه احنا سميناها سيف كلينك، لان احنا شايفين ان ده بس مش في قطاع طب الاسنان، ده المفروض ان يبقى كل الوحدات اللي بتقدم خدمات صحيه بيبقى يتوفر فيها حاجه زي كده، لذلك احنا سميناها سيف كلينك. وده يخلينا نتمنى انه يعني تتطبق في كل العيادات مش بس في عيادات الاسنان. واحنا بنشكرك شكرا جزيلا المهندس نعم احمد يحيى المدير التنفيذي لدينتا كارتس، شكرا جدا. شكرا شكرا. شكرا جدا. رضوى ما فيش حد عنده حاجه النهارده، صح؟ اي حد محتاج يروح لدكتور الاسنان يروح النهارده يروح على مش طول. بكره. ايوه يلا بينا بالظبط، ما يلا بينا. تاجلوش، يلا بينا.